بس الكلام ده جديد خالص، ما ذكرتوش في المحكمة ولا في النيابة. ما كنتش اقدر يا بيه. ومين المحامي اللي كتب لك المذكرة دي؟ برا يا بيه. برا؟ برا فين؟ على باب أوضة سعادتك. بقى معقولة تخليني أسيب المحامي بتاعك مقطوع برا على باب أوضتي؟ الأستاذ المحامي اللي برا يتفضل. عاوز النقابة تبهدلنا يا حسونة؟ إحنا ناقصين وجع قلب. إيه ده؟ حسن عبد الرحيم المحامي، عضو نقابة رقم 134592. ولابس كده ليه؟ اختلاف بسيط مع السادة القضاة فبعتوني شهر عندكم. يظهر سيادتك جديد في المنطقة، أنا مش عايز سيادتك تزعل، أنا متعود على كده. المذكرة هرفعها بالطريق القانوني، وهبلغ سليم أبو زيد، وهقدم استقالتي لو كسبت القضية.